المجلس العسكري يتفق مع قوى الحرية والتغيير على المساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها. القوى السياسية والمواطنين يشجبون أحداث العنف ويطالبون بعدم أخذ الحق باليد. المجلس العسكري يوجه وزارة التعليم العالي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة. مشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من السودان اليوم من قناة طيبة الفضائية، والتي تتضمن أيضا في أخبار دارفور. ولاية غرب دارفور تدشن برنامج شهر رمضان بتكلفة بلغت أكثر من 25 مليون جنيه. الزميل خليل أحمد عبد الكريم يقدم أخبار الاقتصاد. ومن أهم عناوين أخبار النشرة الاقتصادية، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تنفذ مشروع سلاسل القيمة لمحصول السمسم بولايتي شمال كردفان والقضارف. وضمن السودان اليوم، الزميل إسلام الأمين يقدم أخبار الرياضة المحلية والعالمية. أهلا بكم في أخبارنا الرياضية لهذه الليلة. لجنة المسابقات باتحاد الكرة تكشف عن تحويل لاعب المريخ بكر المدينة إلى لجنة الانضباط. في فقرة أفكار وخبرات، المجلس العسكري السوداني يقرر تجميد النقابات والاتحادات المهنية. أهلا بكم وإلى تفصيلات السودان اليوم. أهلا بكم. أعلن المجلس العسكري بأنه اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على فتح الطرق ومسار القطارات وحسم الظواهر السالبة. وأكد المجلس بأنه لن يتوانى في حسمها، موجها كافة الأجهزة القيام بذلك بأسرع ما يمكن. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، قال إن رؤية المجلس كانت حول تكوين المجلس السيادي من 7 عسكريين و3 مدنيين، وأن قوى إعلان الحرية والتغيير رؤيتها هي 8 مدنيين و7 عسكريين. إلا أن لجنة المجلس العسكري قالت بأن قوى إعلان الحرية والتغيير تقدمت برؤية ملحقة حول المجالس الثلاثة السيادية والتنفيذية والتشريعية. وأكد كباشي أن قوى إعلان الحرية والتغيير ستقدم رؤيتها متكاملة للاجتماع الذي سيعقد اليوم للنقاش حول تشكيل الحكومة الانتقالية بمكوناتها من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وقائمة بوفدها المفاوض. وفي السياق، كشف المجلس العسكري عن اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير لفتح المسارات لحركة القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس من الطرقات، وفتح كبر القوات المسلحة الخرطوم بحري مع الإبقاء على الاعتصام وعدم التعرض له. وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي في المؤتمر الصحفي، قال إن ما تم ليس دعوة لفض الاعتصام، بل اتفقنا على أننا شركاء نعمل على حل أي شيء يضر بالمواطن ويؤثر على حياة الناس. وشدد الكباشي على أن المجلس العسكري لن يتهاون في التصدي لبعض التصرفات السالبة والمضرة بالمواطنين وتمس السلامة العامة وتؤثر على معاش الناس. وقال نناشد المواطنين في العاصمة والولايات على التعاون والتبليغ عن الظواهر السالبة. وأعلن الكباشي أن الاتصالات مستمرة مع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة السابقة والموجودة بالخارج، وأشار إلى أن أغلب القوى الحاملة للسلاح تشكل جزءا من رؤية إعلان الحرية والتغيير. هذا وقد استطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من النخب والصحفيين حول كيفية المحافظة على مكاسب ثورة ديسمبر لإرساء الديمقراطية وصولا بالبلاد إلى بر الأمان. أعتقد أن الأهم من الحفاظ على الديمقراطية في الوقت الحالي هو تهيئة المناخ، تهيئة جولة الديمقراطية. الرسالة الأولى موجهة لقوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين باستعجال تشكيل الحكومة الانتقالية والضغط على المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أغرب وقت ممكن، يعني إذا كانت قبل رمضان، كي يجنب البلاد الانزلاق إلى الفوضى التي بدأت تظهر في الساحة مؤخرا. الرسالة الثانية إلى المجلس العسكري نفسه، يجب على المجلس العسكري أن يقبل بتشكيل المجلس السيادي بالأغلبية فيه تكون من المدنيين، لأنه ده رأي الأغلبية في الشارع. ما نخافه الآن من حدوث
فوضى في السودان، ومن طريق عدم تشكيل استعجال في تشكيل الحكومة قد يجعل البلاد تصل لمرحلة بتاعت انهيار كامل مثل ليبيا وسوريا. الملاحظ الآن في السودان من تقاطعات في بعض المناطق، الآن في شمالية بعض المواطنين تم إغلاق المحلية كاملا وبيطالبوا بنسبة في الذهب الموجود في المنطقة. ده بيأكد على أنه بدأت الأمور تسير في طريق بتاع فوضى. المحافظة على الديمقراطية بتحتاج الاحترام بين القوى السياسية، عدم الممارسة المزايدات السياسية، الاحترام بين كل الجماعات والطوائف المختلفة. بتحتاج مننا الجدية والصدق في العمل السياسي، تحتاج مننا برضو الممارسة الرشيدة في أي قضية. يعني الناس مفترض تخط الحاجة الأولى، همها هم الوطن، همها احترام الآخر، هم عدم المزايدات، هم صدق في بس الرسائل من بقت سياسية أو من بقت مجتمعية. أكد عدد من المراقبين والصحفيين على أهمية الحفاظ على الديمقراطية التي أتاحتها ثورة ديسمبر وضرورة الدفاع عنها وصولا إلى حكم رشيد بتحقيق التداول السلمي للسلطة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. الممارسة الديمقراطية في السودان في المرحلة المقبلة يراها مراقبون ضرورة قصوى لبعد البلاد من السقوط إلى الهاوية، حتى لا تشيد مكتسبات الثورة التي تنادي بالحرية والسلام والعدالة، حيث أن ممارسة الديمقراطية تعتمد على إحساس المواطن بالمشاركة في اتخاذ القرارات المهمة في السودان. الأمر أنا في تقديري يعتمد على إحساس الناس بالمشاركة في صناعة القرار. الآن ربما هناك مشهد أمام الجميع، اعتصام موجود أمام القيادة العامة فيه عدد كبير من الشباب السوداني استطاعوا عن طريق الحراك المنظم الجماعي فرض إرادتهم أكثر من مرة في قرارات حسوها هم، يعني لم تكن عملية يعني قيم مجردة من الواقع. الآن يجب أن يحس الناس أن الديمقراطية هي عملية أو قيمة أخلاقية قادرة على إحداث الرفاهية للمجتمع ككل، بأن يحس المواطن العادي منه عن طريق الديمقراطية يستطيع أن يفرض صوته، يستطيع أن يعني يرفع متطلباته، يستطيع أن يدافع عن حقوقه، وهذه هي الأهم، حقوق المواطن نفسها حمايتها عن طريق الديمقراطية. لا بد أن تتحول الديمقراطية من مجرد شعار إلى واقع ومصالح مباشرة للمجتمع والفرد. عدم ممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية وتمترسها في كثير من الممارسات يرمي بظلال سالب على المشهد السياسي، ويتطلب الأمر ضرورة إعمال الديمقراطية والشورى داخل مكوناتها، حيث يرى متابعون أن ما يكتنف المشهد السياسي في البلاد لا ينبئ بممارسة ديمقراطية في الوقت الراهن. الجهات السياسية في السودان يعني جلها أو معظمها تلحق كلمة ديمقراطية باسمها، لكن يعني نحن كمجتمع سوداني يعني ما زال الوقت مبكرا علينا حتى نمارس الديمقراطية الحقة. الآن يعني الآن الكل يتحدث عن الديمقراطية ويتحدث عن الحرية ويتحدث عن العدالة وكنتائج طبيعية للثورة التي حدثت، ويعني وفقا للمعطيات التي أراها الآن قد لا نستطيع التوصل إلى أي ديمقراطية بأي درجة من الدرجات، سيما وان كثير من الطوائف السياسيه وحتى المواطن السوداني يحمل غبن اتجاه بعض الاحزاب وبعض المجموعات، وطبعا هذا يتنافى مع الديمقراطيه. اذا انت اردت ان تحقق ديمقراطيه عليك ان تكون في منطقه واحده من الجميع. الاحترام المتبادل بين المكونات السياسية والجدية والصدق في ممارسة العمل السياسي وتجاوز القضايا الخلافية أمر ضروري لجعل الوطن هو الهم الأول ونشر قيم التسامح في المجتمع للخروج بالسودان من مستنقع الاحتقان السياسي. إسلام الأمين لقناة طيبة الخرطوم.
وللتعليق معنا على الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر. مرحبا بك سيد عبد الله. وبداية، كيف أو كيفية المحافظة على مساحات الحرية التي أتاحتها ثورة ديسمبر، وكيف يمكن الدفاع عنها وصولا بالبلاد إلى بر الأمان؟ مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين الكرام. صحيح أن الديمقراطية بحمد الله هي يعني النتاج الطبيعي لثورة عظيمة مثل ثورة ديسمبر الراهن، وهي امتداد يعني للثورات السودانية الكبيرة التي حدثت في التاريخ، ولكن بكل تأكيد من أحد من معالمها الأساسية أكتوبر 64 و أبريل 85. وكل التجارب الديمقراطية وتعلمنا منها، ولكن بكل تأكيد الحكومة البائدة يعني حكومة التي قامت على 89 يعني زي ما تقول يعني وردت الناس بدون القائلة، وفي غضب حقيقي يعني ليس مبسوس، والإرسال الشديد يعني في الشارع ليس في الخرطوم فقط ولكن في الأقاليم وفي كل الجهات وكل هذه المسائل دي التوترات من المؤكد قد لا تنتهي بزوال النظام في المرحلة الأولى، وتحصل بعض يعني المشاكل التي تحدث من وقت إلى آخر، وهذه يعني في علم علم الإعلام وفي علم الثورات يعني مسألة معلومة. ولحسن الحظ أن السودان الآن يمر بأقل درجات التوتر، والدعوة دائما بأنها سلمية وبأنها يعني يجب أن نحافظ ونحافظ على أعصابنا ونحافظ على احتفاظنا بالآخر، ولعل الأحداث التي مرت جميعها كانت يعني منتقدة وليست محل تأييد أي مجموعة منظمة أو حزب أو كيان بأي حال من الأحوال، لكن هذا شعور عفوي أفرزته الحالة الغاضبة للجماهير من النظام البائد والنظام الذي يعني استخدم الأمن واستخدم المال واستخدم القمع السياسي والتشريعي لإهانة المواطن وإذلاله وإرهاقه ووصول به إلى الدرك العظيم من الغضب. نعم سيد خاطر، يعني ما هي أبرز المكاسب برأيك السياسية التي حققتها الثورة؟ الحديث الذي بيني وبينك الآن يعني نتحدث يعني بشكل بدون مرجعية تخويف أو تخوين، أو يعني نحن مواطنين وأبناء بلد واحد ونتحدث يعني في شأن عام ومستقبلي. أنا أعتقد أن هذا هو المكسب الرئيسي بالنسبة لي، المكسب السياسي الرئيسي. جميل. حرية التعبير، القدرة على التواصل مع الآخر، التواصل معه في شأن عام بدون أن يكون بينكم أجندة سابقة، ويمكن التواصل ويمكن الوصول إلى هدف. وأعتقد أن هذه هي أفضل وأمثل المكاسب التي ينتظرها المواطن السوداني كمدخل رئيسي لمعالجة كل القضايا الأخرى، سواء كانت اقتصادية أو تشريعية أو ثقافية أو اجتماعية. نعم يعني نعم، برأيك كيف ترى مستقبل اللوحة السياسية في المستقبل القريب في السودان؟ كيف ترى الأمور ستمضي خلال الأيام المقبلة؟ أعتقد أن هناك مزايدات في الوقت الراهن. يعني مثلا في يعني التطرف الشديد في يعني في الجوانب العقائدية، يعني بعض الناس يعتقدون كما لو أن التغيير هو انقلاب على الواقع للواقع الإسلامي في بلد السودان. الواقع السودان لا يستطيع أهله إلا أن يكونوا يعني مسلمين بوسائلهم وبطرائقهم يعني التاريخية والثقافية وتمكنوا من الإيمان الذي جعلهم مجتمعات
قادره على التعاون وعلى استيعاب الاخرين باستمرار. هذه هي دي مساله. اما التطرف الاخر يعني مساله بعض الناس يتكلموا مثلا عن يعني فصل اجزاء من السودان، هذه مساله في غايه ايضا يعني تضاف الى حاله التطرف. اليوم السودان من حاله الاضطراب يعني في يعني في 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 يعني في مسرح الاعتصام يعني في المنطقة الممتدة من جامعة الخرطوم للقيادة العامة، يعني كل السودانيين موجودين، سواء كان من دارفور، سواء كان من النيل الأزرق، سواء كان من جبال النور، سواء كان من الشمالية، سواء كان من الشرق، تحس بأن السودان عنده إمكانية يعني تلاحم أكثر. في ظل مثل هذه الظروف الناس ماشيين على بعض، يعني أي مزايدة فيما يتعلق بالانفصالات أو كذا أيضا بتضاف إلى التطرفات العقدية. كيف يمكن حل كيف يمكن حل هذه المزايدات التي ذكرت، حالة الاحتقان، وربما نستصحب معنا أيضا حالة اجتماع المؤتمر الشعبي بجانب أحداث العنف التي شهدتها مباراة المريخ وهلال الأبيض، كيف لنا أن نصيغ قالب يسع الجميع وتكون هنالك حلول منطقية على أرض الواقع؟ نعم والله، يعني شوف الموضوع، يعني ما حدث في المؤتمر الشعبي كان يمكن أن يحدث أي تجمع ثاني، يعني مش مقصود في حد ذاته المجتمع المؤتمر الشعبي، لكن كان الاتجاه العام أنه يعني المجتمع السوداني رفض النظام البائد بكل ممثلي، بكل تأكيد الشعبي يعتقد أنه ليس جزء من النظام البائد بل ساهم في الحراك بالمظاهرات، يعني شباب كان موجود وكذا، وبعتقد أنه دي كفاية جدا. لكن المظاهر العامة والتمزيات لهذه المسائل يمكن جعل المؤتمر الشعبي ضحية لحادث كان يمكن أن يحدث لأي طرف آخر. أعتقد أنه يعني المؤتمر الشعبي نفسه من الحكمة والدراية السياسية بحيث أنه يدركوا مثل هذه المسائل ويستوعبوها كدرس مفيد لهم في المستقبل، بأنهم يعيدوا تقديم أنفسهم للمجتمع السوداني بما يتفق وقيم الخروج من دائرة القهر ودائرة السيطرة ودائرة الرمزية للانغلاق. لهذه دي حاجة طبيعية. كذلك يعني ما حدث بالنسبة للأحداث الرياضية هي لا تعدو من أن هناك حالات، ودي حالة أيضا استثنائية، لأنه يعني ما في بوليس كفاية وفي احتقانات، وهذه مسائل شيء طبيعي جدا. ولكن أي يعني اتجاه نحو البيع والشراء في مثل هذه المسائل وتطويرها ووضعها في اتجاه كأنه مضاد للثورة الحالية، هذه هي أيضا جزء من المزايدات التي يجب أن نتجاوزها يعني بالبصيرة والحكمة والرشد السودانية اللي شكرا جعلنا دائما سودانيين أفضل. نعم، الكاتب والمحلل السياسي عبد الله آدم خاطر كنت معنا عبر الهاتف من الخطوم، شكرا جزيلا لك. شهدت مباراة المريخ العاصمي وهلال الأبيض والتي جرت أمس بإستاد المريخ بأم درمان أحداث عنف، حيث قامت جماهير المريخ بالاعتداء بضرب حكم المباراة. هذا وربط مراقبون في هذه الحادثة بحالة الاحتقان في البلاد، ووصفها البعض بالمهزلة الكروية وغير المسبوقة التي ربما تهدد مسيرة الدوري هذا الموسم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. ربط مراقبون أحداث العنف التي شهدتها مباراة المريخ العاصمي وهلال الأبيض بحالة الاحتقان في البلاد،
هذه الحالة يغلب عليها توترات داخلية غير مسبوقة على المستويين السياسي والاقتصادي. ووصف البعض أحداث مباراة المريخ العاصم وهلال الأبيض بالمهزلة الكروية وغير المسبوقة التي ربما تهدد مسيرة الدوري هذا الموسم. كان حكم المباراة الطيب حسين قد علق اللقاء بعد تعرضه إلى الضرب من قبل الجماهير. تقابل الفريقان ضمن مباريات دور النخبة. بدأت الأحداث عند الدقيقة 45 من عمر اللقاء، وكان المريخ العاصمي متقدما بهدف خالد النعسان. في تلك الدقيقة احتسب حكم اللقاء خطأ على المريخ العاصمي، وقام بإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب المريخ بكر المدينة الذي رفض قرار الحكم ورفض الخروج من الملعب، كما اعترض لاعب المريخ على قرار الحكم بشدة. ومع تمسك بكر المدينة بعدم مغادرة الملعب، نزل عدد من الجماهير للملعب وقاموا بالاعتداء على الحكم لتصل المباراة إلى نقطة لا عودة في أحداث لم تشهد الملاعب السودانية من قبل. وحمل متابعون للشأن الرياضي مسؤولية الأحداث لاتحاد الكرة بعد أن فشل العدد القليل من أفراد الشرطة المتواجدين بالملعب في السيطرة على الوضع، واعتبروا أن إقامة المباراة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد أمرا صعبا، فيما أشار آخرون إلى الحساسية التي ظلت تشهدها مباريات المريخ العاصمي وهلال الأبيض في السنوات الأخيرة. ومن جهتها أكدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة أن منافسة الدوري الممتاز مستمرة، وأعلنت عن مخاطبة الأجهزة الأمنية لتأمين الدوري، وأضافت أنه حال لم تتلقى استجابة من الأجهزة الأمنية لتأمين مباريات المنافسة فسيكون لديها قرار نهائي بشأن النشاط الرياضي. هذا وقد استطلعت كاميرا السودان اليوم عددا من المواطنين والصحفيين حول حالات العنف التي شهدتها مباراة المريخ العاصمي وهلال الأبيض ومدى ارتباطهما بحالة احتقان المشهد. أول حاجة في اعتقادي أن إقامة المباراة في توقيت قبل الحديث عن ما حدث في مباراة المريخ وهلال التبلي أمس الأول، شايف أنه إقامة المباراة ذاته في توقيت والبلد تشهد أحداث عاصفة وعدم استقرار وعدم وضوح رؤية سياسية واضحة كان قرار خاطئ ولا يسند منطق. والاتحاد طبعا بطبيعة الحال كان أمامه الكثير من الخيارات ليتفادى مثل هذه المواقف. المسؤول الأول والأخير هو الاتحاد العام لكرة القدم. ما حدث في مباراة أمس الأول وأمس أو مباراة المريخ والهلال الأبيض يعني كان حاجة متوقعة في ظل الغراء الغير سليمة من الاتحاد السوداني لكرة القدم في إنه يصادق على استمرار النشاط في وضعية يمكن الشارع السوداني كل يعلم أن الأوضاع الأمنية في السودان غير مستتبة بصورة عامة. فاستمرار النشاط الرياضي حقيقة يعني شيء ممكن يكون يعني مؤسف وعدم غراءة من الاتحاد العام. الشجار الدار بين نادي المريخ والحكام في الفترة ما بين المباراة، فإنه أنا بشوف رأي شخصي في الحاجة دي إنه الاتحاد بتاع الكورة لابد إنه يراعي للظروف الجارية في البلد من ضغوطات من انفعالات من حكومة انتقالية من يعني نقاط كثيرة جدا، لابد إنه الاتحاد الرياضي يعني اهتم بها حتى بعدينك يعني اراعوا او انظروا في الجانب الترفيهي والجانب الرياضي. وجه المجلس العسكري الانتقالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية، وجاء ذلك ضمن مخرجات الاجتماع 11 للمجلس العسكري الانتقالي. ووفقا للقرارات الصادرة من المجلس العسكري، أرسل بروفيسور مصطفى محمد علي البلا وكيل الوزارة المكلف أرسل خطابا لمديري الجامعات والكليات الأهلية والخاصة بضرورة فتح الجامعات والكليات كافة إنفاذا لتوجيهات المجلس، وأكد تضافر الجهود وإشراك كل الشركاء لاستقرار التعليم العالي بالبلاد حرصا على مستقبل الطلاب.
أصدر المجلس العسكري الانتقالي قرارا بتشكيل لجنة لحصر وتصنيف ومراجعة الشركات الحكومية والتي تسهم فيها الدولة بأية نسبة في إطار حصر الشركات الحكومية ومراجعتها. وقال المستشار العام رئيس الإدارة القانونية بمجلس الوزراء مولانا محمد أحمد الغالي في تصريح صحفي إنه ستتم تصفية بعض الشركات الحكومية وحذفها من السجل التجاري، فيما ستخرج الحكومة من بعض الشركات الحكومية، كما سيتم التوصية باستمرارية بعض الشركات الحكومية التي تعمل بصورة جيدة. أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي توفير المكون المحلي لمشروعات منظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسف للمشروعات الممولة للطفولة بالسودان. وأكد عبد العاطي جابر ممثل وكيل الوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لدى اجتماعه بلجنة التنسيق والإشراف للبرنامج القطري للتعاون بين حكومة السودان ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال اليونيسيف، أكد على التعاون الوثيق بين حكومة السودان ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال، مشيدا بدعم اليونيسيف لقضايا الأطفال والتنمية في السودان. قال رئيس ديوان المظالم أحمد أبو زيد إنه ينتظر الضوء الأخضر من المجلس العسكري لإطلاعه على كافة التقارير التي أعدها الديوان بشأن الفساد الإداري والمالي الذي ارتكبته مؤسسات الدولة في عهد الإنقاذ. وحمل أبو زيد في تصريحات صحفية الرئيس المخلوع البشير والبرلمان مسؤولية عدم محاسبة مرتكبي جرائم الفساد الإداري والمالي في عدد من المشروعات الكبرى، وقال إنه سلم الرئيس المعزول تقارير مفصلة عن كافة جرائم الفساد الإداري التي انتهت إلى فساد مالي، غير أن تلك التقارير لم ترى النور وظلت حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أن إدارة البرلمان المحلول منعته من تقديم التقارير حول التجاوزات المالية والإدارية لعامين دون توضيح الأسباب. مشاهدي الكرام، السودان اليوم متواصل معكم، الآن إلى ملف دارفور. دشنت ولاية غرب دارفور برنامج شهر رمضان المعظم للعام 1440 للهجرة، والذي ينفذه ديوان الزكاة بالولاية بتكلفة بلغت أكثر من 25 مليون جنيه. وأوضح أمين ديوان الزكاة بولاية غرب دارفور أن البرنامج يستهدف 30 ألف أسرة، ويتضمن عددا من البرامج المتمثلة في كيس الصائم وبرنامج الراعي والرعية نقدا ومشروعات وفرحة العيد ودعم الخلاوة وإطلاق سراح الغارمين من السجون. وقال إن هذه البرامج تأتي ضمن خطة تخفيف أعباء المعيشة على الفقراء والمساكين ودعم الخلاوة وبرنامج إفطار رمضان الروتيني بمستشفى الجنينة، مشيرا إلى سعي أمانة الزكاة المستمر في توسيع دائرة التكافل والتراحم من خلال هذه البرامج. دشن والي ولاية جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود نفرة المنفقين الذي اشتمل على برنامج رمضان والأيتام والخلاوة وإطلاق سراح نزلاء السجون بتكلفة بلغت 140 مليون جنيه. وعبر الوالي المكلف اللواء هاشم في احتفال تدشين النفرة بساحة مسرح السحيني، عبر عن سعادته بما شاهده من ديوان الزكاة في دعم للخلاوة والأيتام والغارمين وبرنامج رمضان، وأشار إلى أن ديوان الزكاة بالمشاريع التي قدمها وفر 60% من معاش الناس، متعهدا بتبني كل مشاريع ديوان الزكاة. ووجه الوالي المحليات التي تصلها النفرة بتوصيل الزكاة لمستحقها. اختتمت بقاعة دار المعلمين بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور فعاليات الورشة التدريبية للمعلمين في مجال تكوين الأندية المدرسية بالمحليات، والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. وقال مدير الإدارة العامة لمرحلة تعليم الأساس بالولاية محمد إسماعيل ضو البيت لدى مخاطبته ختام الورشة، قال إن الورشة هدفت إلى رفع كفاءة المعلمين في مجال تكوين الأندية المدرسية حتى تسهم بدورها في تهيئة البيئة التعليمية، مؤكدا وقوفه مع إدارات المدارس ومنظمة اليونيسيف لتذليل العقبات التي تعترض سير العمل. فيما دعا الأستاذ تاج الدين سليمان بشير مدير التعليم باليونيسيف بضرورة إنزال مخرجات الدورة على أرض الواقع حتى تسهم الأندية المدرسية في زيادة الحصيلة المعرفية للتلاميذ.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في جولتنا السودان اليوم من قناة طيبة الفضائية. الآن ننتقل في جولة في أخبار الاقتصاد والزميل خليل أحمد عبد الكريم. مرحبا خليل، مساء الخير. مساء النور عبادي. إلى جملة من الأخبار الاقتصادية، تنفذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية المعروفة اختصارا باليونيدو مشروع سلاسل القيمة لمحصول السمسم بولايتي شمال كردفان والقضارف بكلفة مالية تبلغ 904,000 دولار، ويدشن المشروع الذي يستكمل خلال 3 أعوام في الأشهر المقبلة وزارة الصناعة. واستعرض وكيل وزارة الصناعة والتجارة المهندس عبد الرحمن عجب مع وفد اليونيدو الزائر برئاسة دكتور علي عباس غزلايش مجالات التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في القطاعات كافة. وتطرق اللقاء بصفة خاصة لمشروع سلاسل القيمة، وثمن الوكيل الجهود التي تبذلها اليونيدو في تطوير القطاعات الصناعية في السودان. أكد الناطق الرسمي باسم بنك السودان المركزي دكتور نجم الدين حسن إبراهيم أن إيداع مبلغ 250 مليون دولار من صندوق أبوظبي للتنمية بالبنك المركزي لها انعكاسات إيجابية على سعر الصرف وتكسير العجز في ميزان المدفوعات. وأشار إلى أن الإيداع الإماراتي يأتي لدعم سياسة نقدية للبنك كما يساعد على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي. وثمن نجم الدين دور دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لوقوفهما إلى جانب السودان، مؤكدا أن السودان حكومة وشعبا ينظر بعين الرضا والامتنان للأشقاء في الدولتين. تجدر الإشارة إلى توقيع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع بنك السودان المركزي تم بموجبها إيداع 250 مليون دولار أي ما يعادل 918 مليون درهم. وتأتي الوديعة كجزء من حزمة مساعدات مشتركة أقرتها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للسودان والبالغ قيمتها 3 مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوداني. أعلن المدير العام لهيئة المواني البحرية عمر بامفير جاهزية الهيئة لاستيعاب كل العمالة المؤقتة بالهيئة في الخدمة المستديمة في الهيكل الوظيفي للهيئة للعمالة المؤقتة البالغ عددها أكثر من 5,000 من العمال والموظفين. وأكد بامفير أنه تم الاتفاق على استيعاب العمالة المؤقتة مع مفوضية الخدمة الاتحادية بدعم من والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام الدين عبد الفراج. وأبان بامفير أن الكشوفات سيتم نشرها ابتداء من يوم 30 أبريل الجاري تباعا كل أسبوع بمعدل عدد 500 من الموظفين و250 من العمال. انطلقت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا الاثنين أعمال منتدى الأعمال السودانية الأثيوبية الذي تم تنظيمه من قبل سفارتي البلدين بالخرطوم وأديس أبابا. وحظي المنتدى بمشاركة أكثر من 110 من رؤساء وممثلي الشركات ورجال الأعمال من البلدين. ويناقش المنتدى جملة من الأوراق المتعلقة بالاستثمار في البلدين وإمكانية تبادل المعلومات حول زيادة فرص التبادل التجاري بين البلدين وفتح قنوات للاتصال في مجال الاستثمار المتعددة في السودان وأثيوبيا. انتهت النشرة الاقتصادية، شكرا لمتابعتكم. عودة إلى زميلي محمد العبادي لتقديم بقية موضوعات السودان اليوم. شكرا زميل خليل أحمد عبد الكريم. مشاهدي الكرام، السودان اليوم متواصل معكم من قناة طيبة الفضائية. الآن إلى الأخبار الرياضية المحلية والعالمية برفقة الزميل إسلام الأمين. مرحبا إسلام، مساء الخير. مرحبا عبادي، أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة رياضية جديدة لهذه الليلة. السلام عليكم ورحمة الله. كشفت تقارير صحفية أن لاعب منتخب السودان الأولمبي والهلال شرف الدين شيبوب بات قريبا من الرحيل واللعب في الدوري التونسي بعد تلقيه لعرض من أحد وكلاء اللاعبين للعب في الدوري التونسي. وأكدت التقارير أن اللاعب لديه أيضا عروض أخرى خارجية لم يكشف عنها اللاعب، بينها عرض خليجي. وكان اللاعب قد رفض تجديد عقده مع الهلال إلى حين الجلوس مع وكيل لاعبين معروف عرض عليه اللعب والاحتراف بالخارج.
كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن تحويل لاعب المريخ بكر المدينة إلى لجنة الانضباط في اجتماع اللجنة المنظمة الأخيرة. وأشار وصف رئيس لجنة المسابقات الفاتح بانيما حدث في مباراة المريخ وهلال الأبيض بالأمر المؤسف، وأكد الفاتح أن منافسة الدوري الممتاز مستمرة وأنهم سيقومون بمخاطبة الأجهزة الأمنية لتأمين الدوري. اذكروا أن مباراة المريخ والهلال الأبيض شهدت أحداثا مؤسفة جدا، كان ضحيتها حكم نيال القومية الطيب حسين بعد أن تعرض إلى الضرب من قبل الجماهير ليتم تعليق المواجهة قبل اكتمال الشوط الأول. كشفت تقارير صحفية إسبانية أن فريق برشلونة يواجه أزمة قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو. ووفقا لصحيفة أسا الإسبانية، فإن الحيرة والقلق تسيطر على مدرب برشلونة بخصوص مركزين في تشكيل البارسا لمواجهة ليفربول، حيث يفاضل المدرب بين سيرجيو روبرتو والبرتغالي نيلسون في اللعب كظهير أيمن ضد ليفربول بسبب المستوى المميز للثنائي الذي سيكون عليه مراقبة الثنائي المصري محمد صلاح والمالي ساديو ماني اللذان يلعبان في الجهة اليسرى دائما باعتبارهما يمثلان قوة ليفربول. اقترب جينارو جاتوزو من الرحيل عن تدريب ميلان بعد خسارة الفريق أمام تورينو بثنائية نظيفة، وليبتعد بذلك إلى المركز الرابع في الترتيب. ذكر موقع كالتشيو ميركاتو أن إدارة الفريق تتخذ قرارا بالاستغناء عن جاتوزو خلال 24 ساعة في حال رحيل جاتوزو. سيتولى فيدريكو مدرب فريق الشباب بدلا منه كحل مؤقت لحين انتهاء الموسم الحالي. جولة الأخبار الرياضية لهذه الليلة، عود لزميل عبادي لاستكمال ما تبقى من السودان اليوم. شكرا زميل إسلام. مشاهدينا الكرام، السودان اليوم متواصل معكم، هذه انتقال إلى فقرة أفكار وخبرات. أصدر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان برئاسة الفريق والركن عبد الفتاح البرهان قرارا قضى بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني، ونص القرار على تكليف عدد من اللجان لحصر وضبط العهد والوصول والمعاملات المالية، مع تخويل اللجان سلطة القيام بأي أعمال أو واجبات تمليها الظروف وتتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية والإنسانية لمنسوب النقابات والاتحادات المختلفة. ووجه القرار مسجل عام تنظيمات العمل بالشروع في تكوين لجان تسيير مهام هذه التنظيمات إلى حين انعقاد الجمعيات العمومية لها. وللتعليق حول الموضوع معنا على الهاتف الكاتب الصحفي صلاح باب الله. مرحبا بك سيد صلاح، وبداية ما هي أهمية قرار المجلس بتجميد النقابات والاتحادات المهنية؟ مرحبا بك، مرحبا بالمشاهدية والمناطق الفضائية. لعل هذا القرار هو الأمر المتوقع في ظل التغيير الذي انتشر في البلاد عقب نجاح هذه الثورة، وهذا أمر طبيعي بأن يتم حل هذه الاتحادات المهنية وإعادة انتخابها على أسس جديدة تلبي أشواغ ومتطلبات التغيير خاصة وصاب الشعب السوداني، ولا شك من بينهم الاتحادات المهنية. نعم، ما مدى انعكاس القرار على شريحة العمل خلال الفترة المقبلة؟ بالتأكيد إذا 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 نظرنا إلى الجوهر الرئيسي والدار الرئيسة التي أدت إلى التغيير وإلى الثورة وإحيائها، هو بالتأكيد يهدف إلى تصحيح المسار وإعادة تكوين هذه الاتحادات وفق انتهاءات تقتضيها قواعد كل اتحاد وتلبي أشواغها وتطلعاتها وتنتفي عنها صفة الانتماء للحزب الواحد وتعكس جوا ديمقراطيا يجد كل مهني فيه نفسه كل حسب تخصصه بالتأكيد. نعم، يعني حزب المؤتمر الوطني متهم بتشريد آلاف الكوادر النقابية والكفاءات على مستوى البلاد، ما عرف
بالصالح العام وربما حتى بعد ذلك، ووضع منسوبيه على دفة النقابات والاتحادات المهنية طيلة عهد النظام السابق. ما مدى تأثر الخطوة أو تأثير الخطوة على الخدمة المدنية وحقوق العمال؟ بالتأكيد الخدمة المدنية هي تعانت كثيرا، ولا يخفى على أي أحد أن الترجي والمعيار الذي وضعت لها، ولعل كل هذه الخطوات التي تفضلت فيها ومن ضمنها الاتحادات المهنية فهي مطلوب بها تهيئة بيئة العمل، مطلوب بها إزالة الغم والمظالم التي وقعت على منسوبيها، سواء كانت في المسائل المتعلقة وغيرها من كل تلك التقنيات المتعلقة بأساليب العمل وبفنون العمل. فهي تأكيد كلها خطوات إصلاحية بتهدف إلى تصحيح المسار كما ذكرت لك من قبل، وإلى إزالة الغم وتحقيق الرضا الوظيفي في لدى المؤسسة المعنية أو لدى النقابة المعنية أو لدى الاتحاد المهني في يوم يزيل هذه الأحقاد وهذه البراهين، وبالتأكيد بهذه البيئة صالحة للعمل والإنتاج ومسار العمل إلى الأمام كل حسب تخصصه. الكاتب الصحفي صلاح باب الله كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ننتقل إلى درجات الحرارة الصغرى والعظمى في بعض مدن ولايات السودان. سيدي الكرام، انتهى جولتنا السودان اليوم، وختاما نذكر بأبرز عناوينها. المجلس العسكري يتفق مع قوى الحرية والتغيير على المساعدة في عودة الحياة إلى طبيعتها. القوى السياسية والمواطنين يشجبون أحداث العنف ويطالبون بعدم أخذ الحق باليد. المجلس العسكري يوجه وزارة التعليم العالي بفتح الجامعات واستئناف الدراسة. ختاما لكم عطر التحايا من فريق العمل، نشكر لكم طيب المتابعة، كونوا بعافية وفي أمان الله.